السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أحبتي في الله، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. وبعد، إلهي مهدي أه إن مرلبات وإن أوقف صومي كلن كيني لإعلاء كلمة الله، وإن أوقف صومي رنتي قري أوقيم بذن قري أوقيم بذن قريها أون كان كيا لأه قري إيه مسجد كان أبو بكر الصديق. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الدوماء الله أو ولا لا أه. وكلمة ده عنوان كذا، أما محاضرة ده عنوان كذا ويان. هذا الدوماء الله أو ولا لا أه. وحسد إن ده حيانا عنيق ما هي وحبيب كينا صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه أه، بخاري مسلم. عيسو ذا صارين أياو حرها يا حبيب كينو صلوات الله وسلامه عليه. إسقو إذن لحد ليا قبله نا إهر فرديا معه وحو لحد ليا صحابة دي معه معه تابعين تي معه دد كي هوري بل إمي كه إنه إن لحد ليا أنا نوغوه ريا نفسد دي إيو إذن كه وحو ليا حبيب كينو صلوات الله وسلامه عليه. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حليه صلى الله عليه وسلم حيث عروننا قبليه جوجي عرض حيث عروننا وقبلي يعني صاحب الدت أما ولا شد عرون أو يعني حسد أو يعني عدبر جيذين أو أين قوين أو يعني حدنا قوين وها يس عرون يسن حسد يسن دبنك أجيذين يعني قوين سيل أهانيا سيل غنولانيا. وكونوا عباد الله إخوانا. أهذا الدوماء اللي أو ولا لا أه بحاوة عيا الدوماء اللي أو ولا لا أه أفرتاشي اللي نودي ديو كما سورودو كما سورودو مرك لغولي هاي. وكونوا عباد الله إخوانا ماشي وحا كجرت مفهوم المخالف كا ها أهاننا الدوم إبليس أو عذو إسوأ أيها كجرتا أفرتن شيحة سمينينا ليري أو هيسو عرونين أو هيس حسدين أو هيسو دوان جيدين أو هيس قوينين محاو عي حديث دا آيشان وحد نقون إسان الدوم إبليس كو إبليس كعابدا أو فلكن كعابدا كدبنا عذو إسوأ أيها نقون إسان سلا هيليني عكس كذا النقضة. وكونوا عباد الله إخوانا نقضة الدوماء اللي أو ولا لا أه نقضة وما حبونا وما نبنانا قبر مسلمات أه إن أي قويس ولا شيت كلا أو مسلمات أه إن أي قويس وما بنانا إن كبضن أو أي كآمسناتو إن كبضن سدح عشو سدح ذا عشو لأقول يهي حديثك متفق عليه. مالك هورد إبليس باكو حريري واتحناقيسا مركز حناق ديدنا وحال الروائين أتكاتد أو أد عرض الدجيسيد مالك هوري مر الله ليو إلا دقال بينو كجرنا إنه يو إبليس مركا أي ندجينو مالك هوري مالك لبادنا إنان مراجعكو سمينو
aan nafsadeenii raajicno oo aan dhahno war gabadhii walaashaa ahayd maxaad shalay waa sidee seebay wax u dhaceen gabadhii sidaa ahayd ee wanaagsanayd ee muslimada ahayd gabadhii intaa ku gashay ma gabadhii waagi ma gabadhii inaad dhahdid ya si intaas aad u goyn kartaa si waxa dhixdiin u mari karaan waa inaad nafsadaadii canaanatid maalinka labaad maalinka saddexaadna waa icdaarkii ictidaarkii iyo raalli ahaanshihii inaad raalli gelisid gabadhii walaashaa ahayd saddexdaa cisho la ogol yahay keliya saddexdaa cisho waxa ka badan gabadha muslimada ah ama wiilka muslimka ah ma goyn karayso ama ma goyn karaayo walaalkii muslim ah uma habboona lama ogolo waa in ka badan saddex cisho lafdi kale ayaa ku daraya oo dhahaya laa yaxillu limuslimin لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وما بنا نقف مسلم أه قبر مسلمة أه إن أي كهاجرته oo ay goyso walaashid muslimada ah uma bannaana in ay goyso in ka badan saddex cisho oo ay kulmayaan haddana oo ay badeecadii wada tagayaan oo ay tukaamadii wada gadanayaan oo ay gurigii wada joogaan oo ay masaajidkii ku kulmayaan oo ay shaqadii ku kulmayaan oo ay kulan maadi ah iyo kulan macnawi ah intuba amaba si life aba facebook iyo social media qaybihiisa kala duwanaa baa lagu kulmayaa gabdho kulmaya oo kanna u tanna ay jeesanayso marka walaasheed ay la kulanto ta kalena ay jeesanayso lama ogolo laakin eeg wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalaam waxaa khayr badan labada gabdhood midda salaanta bilowda midda muusoodka bilowda dhoola cadeynta bilowda tusta walaasheed ilkaha taasaa ka khayr badan tan kale waxaa dhahay waa khayru khalqillaahi ogow sallallahu calayhi wasallam gabdho badan baa marka waxaa laga yaabaa in dharka ay ka mid yihiin muuqaalka kore ay ka mid yihiin laakiin qalbigooda uu kala duwan yahay dhici karaysa in badan jaar badan baad arkaysaa masaajidkii baa la soo wada galayaa safkii baa la wada simayaa laakiin labadii isku dhegan ee ilaahay u jeeda ee masjidka soo galay waqtigu ay tukanayaan uu hal yahay ilaahay u tukanayaan hal qiblada ay u jeedaan hal waxay wada akhrinayaan hal ayaa waxaa laga yaabaa haddana in qalbigoodu kala tagsan yahay soo ma dhici karta waxa la diidaya waa waxa ibliisku wuxuu doonayana waa waxa diinteenu waxay diidaysana waa taa in dadka iyagoo meel wada jooga ay haddana cadaawad isu hayaan diinteenu cadaawad ka mid ma aha diinteenu colaad ka mid ma aha diinteenu qalbiga oo buka ka mid ma aha abadan intuba way diidaysaa diinteena laabta in la xaari doonaysa laabta walaalaha in loo xaaro lidalika wuxuu ka dhigay islaamkeenu wuxuu ka yeelay laabto la xaaro laabto la nadiifiyo laabto oo walaalaha loo nadiifiyo cudurka iyo boojirada iyo bushiga iyo cadaawadda xiqdiga xasadka qilka ku jiro laga saara diinteenu waxay ka dhigtay waxyaabaha ugu horeeya lagu galo jannada ka dhigtay waxyaabaha ugu horey waxaynu u ordaynaa waa janno waxaynu u tartamaynaa waa janno jannadii dhankee naga xigtay maahane dhan kale ayaanu u soconnaa war jannada meesheedaha loo raadiyo addoonyadeena waad aragteen addoonyadeenan xaabada adduunyo markaynu u ordayno meesha ay taallaanu u orodnaa laynoo sheegi maayo taa meesha ay xaabada taallo waanu naqaanaa iyadoo aan naloo sheegin ayaanu ku tartannaa oo aynu isku dillaa laakiin waddada jannada oo laynoo sheegayo halka ay jirto waddadu halka ay jirto maxaan u aadi la'nahay war waddada xanaaq iyo caro iyo kala jeeshi iyo in laysgooyo iyo in lays colaadiyo in lagu tartamo xaabadan tan ma aha
ترتنك حقه وآخر ويان فليتنافس المتنافسون وصارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات ترتنك حقه ويان ترتنك صلى الله إن لغد استمحي إن لغد استدارتا دارتا جنو دارتا آخره لكن تن ليا لما أقوله لما أقوله ولا ليال ولا ليال أنت وحنا كبر رجينا يي دتك ولا لها قبلها ولا لها مسلمين تأه وحنا كبر رجينا يي رسول كانوا كبر رجيه أن أنا نسوا جرسينا يي إن لابت لي سحاره إلهي درتي وقت تنازل وقت تنازل واحد لجوج جيستو قفك ولا نبايا قبلوا يكون نبيسا دتك إسكو عرم معها إسكو أبور معها dadku waa kala abuur qaar ba dhagax laga sameeyay carra adag laga sameeyay cadayn laga sameeyay aan roobku galeynin dhulku waa kala adag yahay idilkeen abuurki aadan baynu haysana calihi ala nabiyina salatu wasalam qaar ba si waxa ilaahay ku soo aadinaya carrasan markuu wax loo sheego markiba uu qaadanaya wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam waxa labada khayr badan kan markiba salaanta qaada أو سلانتا فيديا أو سلانتا غارسيا أو ولا شحريريا نقو أذيك كان خير كبدن نقو كان خير كبدن قبل خير كبدن أي ولا شؤب لو ذن نقو قارو حيكوليهن هدي عن سلام تلفون كي يود مني لم بركي يجيب هدي عرقت إيه المشكلة لب ماله لم برك وع مركي عرقت هدي دميسو أذيك خير بدن أذيك وحي كرك هذا هواد جودتي قلبك إلهي لا حساب تما قلبك أقول إلهي قرنا يا أديك تخير كل أيد نغني أيد نمحيه ليسا محي قادنا يسا دم بيجي قادنا يسا لكن حتى هو أقولانين هو أقولانين هذا جبر مؤمنة ربط هاي دم بيني قادت هو أقولانين مركي كا أقدرتي تلفونك أما أسألنتي هدين ده كوكا لجدسو كا جيستو كا آمستو تلفونك كوكو دميسو الباب كا سحرتو إلهي أبري إلهي أبري خاليها أوجن غني ولا شيء إبليس نقاد إلهه عفدي إلهه مسكين تسهنون إلهه وحبا كما غني سهنون حاوع وحد كل رغم ساء يدي ادفع بالتي هي أحسن أديك هرمري أو ديب يا ديب ولا شيء سي تونكسن سي يد هدي تحون قادت أديك تونكسن أبري إلهي أبري هدي حماتها كذب حمان وأوجهه كبدها وحلاقي سمي فرق الله عن إبليس كذا تسواي ودائما وقرر تقبلهنا يا أولو يرهدو حبائل الشيطان يعني ودبن كي وكدبا يي إبليسك ودقرنا سانو قبلهنا واللبو دائما واللبو طيبات يو خبيثات كتاب كالو كالصاري قبلها لليه يسك إلى لي الدنيا قبلها وكوي أمديه هور الرقي طيباتك معها طيباتك وحمر رقان طيباتك وحو إلهي كنت المامي الدون كدوشي سوى حصارا وحا أقيمي قبضا أقاليسا أيو كنت المامي رسول كينا صلوات الله وسلام عليه وحو طيباتك كنت المامي مركة لحديث صحيح رسول كينا صلى الله عليه وسلم وقلنا ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة طيباتك واي ما يدين شيغا وحرق او هانتو رق او ملكيو رق او كيديو او حوض اي حول اي وقت او كبحيو وحا او قالسا ما يدين شيغا وقبرنا طيبة صالحة اهويا قبرنا سمركا معها مدى لغا هدليا تلغا هدليا حبائل الشيطان كاه اما ما اركتاي امضاها هوري الرقي اولي هاي فتن او قدرا رق ما انا اركن مرن اولي هاي هاوينكا وحا قبرها خبيثات كاهويا وكو إبليس كعبدة وكو إبليس كأوررته وكو إبليس كأوكو أذيك تويا إلهي هيدن ككوري إذي الكيني مركا مركا اللي يرى هذا قبلها نوع علاقة هذا قبلها هدن يعني لعمي من مركا يضاء قبلها هو واحد أبو قاليسا أون كان دوشي سرقه كقاليسين ولا ليال مركا اللي وحوليه الرسول كينو صلوات الله وسلامه عليه استغوا أركا كدولا يا والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم سلامت عيار ما والله قلي والله إني إذا قلي إن الجنة إلا آد إيمان يالتان إلا آد
إيمان يلتان أود إلهي رميسان يا رسول كيسا هجانك أولي بتان أنا ديبان ميسان وإيمان كينو بحسم مايو إلى أد إسجعلاتان إيمان كيني وحلو حر إني إسجعلانه كبد إني ولا شد جعلاته لابت جعل كانوا أنتو إيمان يا ولابت إن لحارو لابت أو أن لحارين جعل ما إيمان يو ليش من أركيو لابت أمركي بكتو وجيغا ما أقول إنو أركو وجيغا أكله حوا عي والله ببك واسم أرك كرام جنة مرك الجلي إله أوليه ونزعنا ما في صدورهم من غل ها إخوانا ها على سرر متقابلين إيه يعني وحنسيب هنا وح الرد إلنك جنة مرك الجلي سد على بتعدي الحارية والله ترتريا والله يصار يا وح هراجع مريركع شقد إبليس رادك إيسانتي إبليس بالله يصار يا كذب الجنة اللي جليا إسلام مرك الله يصاره دتكو حين نقول يان إخوانا ولا له ولا لي نقول يان على سرور هي متقابلين ما أنت والاستقبال كرا وجيدي والس إيجا يا جنة جنة نبرك أرك ميسد ووجيداؤن وجيدي ما أنت والس أرك يا way li soo qaabili karaaya way dhabanada li saga dhunkanaaya gabadha walaashayd ay u qaabileysa jannada ashaan laabti ba haaran laabti ba maran laabti ba la nadiifiyay sidaas oo kale xaaladda laabtu nadiif ka tahay ayaa la doonaya adduunkana inad ku noolaataan jannada adduunka weeyaan jannada adduunka gabadhaana gelin gali mayso jannada aakhiro tan waa inaad gashaa tan laakiin xoogaha kuleela ku jira wad gubanaysa waxyaabaad uurkaaga ku gubaysa qofku xumeynayaad wanaajinaysa qofku gooyaad xiriirinaysa qofku fogeeyaad dhaweynaysa shay adag weeyaan wa jannada adduunka inaad dhibooto la rabatan tan imtixaan waa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tan waxa waaye inaad dhibootid marka jannada iimaankeeni waxa lagu xiray marka inaynu isjeclaano jacaylkana waa uurkaas oo ka imanaya uurka di xasad iyo qil iyo cadaawad ay ku jirtana jacayl ma imanayo marka tan inaan xaarna waxa ku xiran jannadeena ku xiran runta hadaad rabtaan ma idin sheegaa shay hadii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan buu leeyahay hadana sallallahu alayhi wasallam jawaabtu waa haa أفشوا السلام بينكم سلامة فيديا نحذين سلامة كفيديا أو إس سلامة يا إس سلامة كرايا مرك وحا إس سلامة كرايا كوا خير كبضن وحا إس سلامة كرايا كوا عافمات كقبا وحا إس سلامة كرايا كوا كشقي لاب تودون نذيف يا إس سلامة كريس لكن كوا دايي إبليس أدايي إنو بولي عش عش لاب تود كدستو halka uu deego isma salaami karaan adduunkan way cuslaanayaan way jiran yihiin aakhiran dad cadaabun bay tagayaan bimaana hadaan janno tagin xagee tagayo kale ma jiro meel kale janno cadaab ba tagaysa wal iyaadu billah marka jannadeenii baa ku xiran inaynu isjeclaano bariyama lays bariyamaayo gabadha waa inay cafisaa walaasheed waa inay cafisaa midan xaabada aad wada aad maaragtay isku dagaasheen waxa adduunka loo dhan waa wada xaabasa uma ogid awl bal lama aadan dhaalanin adigoo kaliga ilaahay ku keenay unka intana ilaahay baa ku siiyay inta yarada ilaahay uu ku siiyayna dardaaran iyo kitaab baa la socda yaa dardaaran baa la socda war waxaan lama aadan dhaalanin anaa ku siiyay mahma intuu la ekaado intuu doonaha la ekaado ee tan walaashaa ha ku colaytan ha ku cadaawad ha ugu qaadin ha ugu caroonin ha ku goynin sababtoo ah qof walba wixii soo cunaya soo moogid rasuulka dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi jibriil baa dhegtay iigu sheegay inaanu nafna dhimanaynin ilaa ay dhammaysato laba shay cimrigeeda inta ay nooshahay adduunkan oo ay joogayso iyo waxa ay cunayso cimriga oo dhan waxa ay dhalayso waxa ay dhaqayso waxa ay inta ay soconayso neefsanayso ururinayso kaydinayso inta ay wixii oo dhanba wax walba ay qabanayso af iyo adin dhaqaaq iyo muslim intuba
إلا أي نفس دميستو أي عمري أي دميستو ما دي من يسو معناها مدن وحاك لو كجرة عدنك قادن ميسو انتو لقو قري هذا أم بعد ما يسني نفس دول با لو المحفوظ كو حي كل هذا هاي مخزن بي كل هذا هاي عمري هذا أي هل كايا لا أي عمري وحي أي عوني لحي دور دان هل كاسويا لا رزاق قرن نوعي ذي ذك الدوان هل كاسويا لا مرك نفس دوا إن دم يستا مخزن كي لو تلقى لي يدون دم يسن مرنا بأدون كان كتجي ميسين وحكلو كجرا مخزنك وح كجرا جبر درس ما هني حتى مدة هذا الشيء معوني كرتو يا عونيا مخزن والباقف كي مجيس كقرنا أم بعونايا مر بهدان لا عونين أو إلهي أويا واحد ما نتقاد ولا شيء ما حد كدقاش ما حد كجيس عجي جلبه متي عجي قادتي أنا أصدا يالي أنا أصدا يالي قارب الحكوليين حان كسو كحي باديان كسو كحي يدو وحباهي سنن يدو عاساس يدو قاون يدو كبلاعان يدو أريق لجرت مقال ذي بان كياني وان أقبيي نربان أحيري وان تكام باوليسي وكا مركي حد مقال ذا بركات أيالتي مقال ذا بر مركي قبلي أيالتي أي انت إي أبل قذي لهايد إيك أي عداود إي قادي أني أولاد نيسا أني دوني سحوله جيني باب إيسو أني دتك يقود ريسا أصحاب إيسا ميستي أني إسارن تهاي هاي ده مركز خوفك سين وحريرنا يا لا بد كل داري إجا وح قبله يسكو جويا ووحة مدول بحيلة ذهاي أنا غيرك وجوينا أنا صدا يالي أنا صدا يالي أنا صدا ومحاط ربطها تي إن لي أقبل الجذو أدوك يا رتا وحيد إني عنتو والإنسان كوفي معها ودكسنتين إلهي كبقى إنسان كوفي معها إنسان كجعنت لو جذو وحواي مجذان يا أبال قف جلا بضن لكن قف جذو ويريا أذق وحن هدد أسمين يسقف كان هدوه دو هكو أبال جذو وحن كلها السعي قاضي وحقبت كاجي وهباء منثورا وهل بعد الأول يسي وحبك لم يسد آخره هدد قف كان أبال كسويسي لكن إلهي درتي حداد ولا شاي ولا لك أقع عن قبني سي أو هير كان أدوسو جارسي سي يا أجر كاغو كوجراي هيسكها اللينين حداد جويسد مالين كاد جويسد وحاجيو نوا بربرا يعني أقو كورن هدي جوري أساس كي سي أتصاعد كي سي إلهيو سقف كي كلمة كل من يحداد بربريسد كور نبكى ذي لذا يا نبكى ذي لذا هاي وناجا إلى هيك جرنسيجي إن البادية قبر هذا ولا شا كسر كحيسد قحوتي إذا كسر كحيسد إذا دعدرن مالاس كسر كحيسد أو ما انتهير كان أتجرسيس وواحد كفاني كرتيدي نلقو أصيحه نلقو أصيحه هالنقطة ماذا هذا هالنقطة هويناتو غير كأوتاليس حول هذا فرت كسر واحد يبى ملها وحابات دوين وحنا صعو إلهي درتي أحرير ولاشة ولالك سلامة كقات أنتك عان هو بقول لكم مكا أسيا حتيت أو إلهي درتي أدو حريري ست وحوال بوحمان يكوكوسا ميسا ادفع بالتي هي أحسن أتكدكت أو أد حريري ست والله وحان حباه إنو كوكوسا دابا فايلة أما يكوكوسا دابا فايلة شخص سبك عيار ما تبود هذه صبر مركة للي هي قرآنك إمي سميلا كوكوسا أرورتي صبر تحملك إياد كيسيك ياه وحان صبر للي هي صبرك هو شيء جميل أحسن ما أقول جميل كيس وحكم إذا مريه سنخص على هلاه دنا الدون كانوا الوهلا آخرنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نخص على هلاه نخصه قفك وحد أركيس أج أيضا محل هذا هاي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قف إلهي نسيب وين أسيي يا أيام بضن والصبر وكو إرزاقي ما هني قفك للسدن مي لا يو صبرك عيار ما مركب وحد أركيسا إساق وددكك ووجع المركب أدل قادة تدحمانتيس لكن مركب وغوه الرئيسه هدو إبليس كتسو والالكا سو ما أركيسي ماشي سوحي هذا القابسي مركز صوغش وحي أؤا مستي يا
waxay ku telefoon kaaga qaadi la adahay waxay ku soo wici la adahay waxay sida u yeeshay markuu ku dhaw oo iblis uu ku tuso adigina adoon waxba cadeysanin aad kula qaadid xawaadii aad kala tagaysaan sidaan waxaad ku noqonaysaa adoon iblis baad ku noqonaysaa marka inuu iska ilaalino walaalahayaan la goynin taa waxay ahayd inaynu noqono adoomo ilaahay aynaan oo walaala ah aynaan noqonin adoomo iblis oo cadow isu ah midda kale sida darkeysan gabdhaha ilaahay waa qiimeeyay waa ku celceliya taa ka daali maayo meel walbo aan gabar ku arkaana waa u sheegayaa maxaa wacay waxa aan idiin sheegayaa ee aan akhrinayaa meel walbo aan ka akhrinayaa waa waxay culimo qoorta ii soo saartay weeyaan culima qoorta ii soo surtay in aan gudbiyo ana idinkan qoorta idiin sii suraaya inaad ku dhaqantaan gudbisaan dadka aanan maqlin aad u gudbisaan oo aad ma aragtaay reerka markaa tagtaan aad uga sheekaysaan dariskiina aad uga sheekaysaan gabdhaha muslimaadka dayacan aad uga sheekaysaan gabdhaha waa waxa ugu qiimiga badan intuu ilaahay uun uumay sababta qiimigay u yeesheenna yaraantoodii baa laga bilaabay gabdhaha hagardaamo badan bay soo mareen dhib badan bay soo mareen gabdhaheennii hore markay dhashaan waa la aasi jiray bulshada kuwa loogu necab yahay ahaan jireen laakiin ilaahay waa diiday arrinka islaamkana waa diiday islaamka markuu soo baxay shaygu ugu horreeyey ee uu bilaabay waxay ahayd wanaagga gabdhaha iyo qiimiga gabdhaha in uu soo muujiyo waa ka uu isdhex taagayo xabiibkeennu ku salliye salaatu calayh waa ku isdhex taagayo dadkii aasi jiray gabdhaha oo uu leeyahay qofkii ilaahay uu ku irsaaqo saddex gabdhood iyo wax ka badan lafdi kalena laba iyo wax ka badan oo kalkooliya oo kalkooliya oo waxbara oo u naxariista uurkooda wanaag geliya waa gabdho ma aha rag wiilal ma aha wiilasha gabdhaha ka sarreeya xataa marka ilaahay uu leeyahay yahabu liman yashaa'u hee inaathan ma uusan dhihin dhukuuran gabdhaha la hor sheegay waxaa loo sheegayna way ka horreeyaan ragga gabdhaha qofkuu saddex ilaahay ku irsaaqay iyo wax ka badan oo kolkooliya oo naxariis geliya uurkooda tababara ilaa ay ka qaangaaraan maxaa la yidhi gabdhahaas kunna lahu sitran min annaar cadaabka ilaahay uga asturaya oo u gaashaan uga dhigaya ka war gabdhihii la aasi jiray markay maqleen saxaabada in ay cadaabka ka ilaalinayaan waalidkii koriya waalidkii jeclaada waalidkii indhaha hortooda keensada gabdhaha yaryar haddii cadaab ka celinayaan markiiba waxaa la bilaabay gacmaha in la taagtaaga ragga taagaya waa raggii aasi jiray ogaada waa raggii inta badan aasay qaar baa dhahaya rasuul allow labaa noo hadhaye labadaa haddaan ku fara adeyga ka waran markaasuu leeyahay labadaa haddaad ku fara adeegtid kunna lahu sitran min annaar ku kala soo boodaya hal ay u hadhay halka wara rasuul allah ku kala xagga gacanka taagaya hal 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 markuu arkay in masaajidka gacmaha la wada taagaya raggii gacmaha ay wada taagayaan muxuu sameeyey wuu qoslay sallallahu calayhi wasalam wuuna ka dhaqaajiyey yuna way uu qoslaayo wuxuu arkay gabdhihii khalaas insurance caymis inay galeen in qof walba maanta diyaar u yahay gabdhaha in laabta igolanka uu gashto oo uu jeclaado oo ka saramariyo wiilashii uu koolkooliyo ilaa ay ka qaangaaraan in lafdhabar loo noqdo gabdhihii marba gabdhihii hadduu heerkaas gaarsiiyo khalaas qur-aankiiba haddana soo degay soo degay waa kala dhahaya hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waaba laga soo sokomariyay taas aakhiray ahaydee adduunkiina waaba waxaa la yidhi waaba dhar bay gabdhuhu idiin yihiin hooyadii reerkii ninka oo dhan xoolihiisii ixniyihiisii oo dhan baaba loo dhiibay haddana oo la yidhi guriga ninkeeday mas-uul ka tahay waana la weydiinayaa xil baa loo dhiibay aad baa lagu qiimeeyey annaga wax kale ma haysana xoolaheena waa guriga weeyaan iyo waxa yaalla iyo ubadka dhex jooga weeyaan intaasna waxaa la yidhi adigaa mas-uul ka ah gabar yahay ilaahay wuu ku qiimeey soo ma aad buu ku qiimeeyey gabadha marka gurigeeday ku qiimaysan tahay waa guriga waalidkeed hoygeedu waa guriga waalidkeed gabadha hadalka waxaan u dhahayaa waa gabdhaha yaryar teenage-ka ah aanan weli guursanin gabadha intaanay guursanin oo aanay guri yeelanin gurigeedu waa guriga waalidkeed gurigeedu waa guriga waalidkeed waalidiinow aad u maqla
والدين ماذا حدق باجرتا والدين وآد أمغلا قبلوه انتاني قرسانين قرية دوا قرية دوا قرية دوا قرية والدك هل كاسي جوغيسا ومن بنانا إن أي قبردو كسو نحضو ملكة إن أي قبردو مغناطو إن قبردو لودرو شقو إن لصفريو إن تهريب لودرو ودل لمريو دروايو قبردو حاليس لقليو نولشيدا أيضو لدونيو إني حابة الدنيا سو أروري سو قرآن كان لو عايي أو دومد يهرواد أوغيدين واجي دين تسو دقيسي وحكو إكراهين قبليهين إني سو شقيستان جيركو ذا كدقان عسدان حكو إكراهين أيا ليري حاران ويا لعكتاسي كنتن لحظاً تضواتاً بقول أدوم بولي هاي قبلوت شقو أكل الدرية لعكين وليها وردي جيركينا سو قضا كان ورمحان دانا مركي قبضي آنو دالي أفر يطوان مركي قادي شان يطوان أي قادي قبضي يوم مركب بسل وأماني دي لغو ديبي بري لغا حساب لها آت ريركي إيقوري إنتاد أقادي أما أضغي إنتاد كقاريسي آت ميلاها ديما أقادي آت تريه أرض هويا إلهي يكسي أروري داد كارع ودادا مر أرض إتاليا نوغس وشاقين مركات نهدي حاد دان تا كوا قبضاها كو أذيغن جري قبر دادو حيلو كل ما يسمى تقانا حتى وددا هدي إلهي كبد باديو إتالي أنت اللي قارن روكا قال هذا حتى هل كان قاهرة مركي نوغي مادان ما كان ورقبتان قبلين وحي سمينا يان كما ورقبتان كما ورقبتان إتالي حالي قبر نشي كيسانا وحيلا ذا مقالا ذا نابولي وميلاه وقوه الرئي اللي قد دقاءه meel ku dhow oo cidla ah ayaa la sameeyay oo Soomaalidu lagu ururiyay ilaa 500 oo ruux oo wiilalay gabdhaha waxa loo bixiyay dhul la helay dhul la helay magaalada dhan dhul la helay yiraahda Soomaalida oo la baxday ya jooga waa gabdh yar yar oo da' yar iyo wiilal dhalinyaro lagu ururiyay meesha waa kuwi halka ka tahriibay kuwi oroba sharci ka waayay soo laabtay inay taali sharci fudud ka qaataan dhul la helay naabul agteeda degan yihiin ay maxaad ka filaysaa marka gabadhaadi waa ku jirtay soo moogid yurub bay ii jirtaa lacag bay ii soo dirtaa hadii laga keenay lacagta waa shaxaad rag bay soo shaxaadaa war rag ma in ciyaar looga qaadad mooda lacag muqaabil bay rabaan yaa markaad lacag ii qaadid aniga ahsaan ma jirtaa adduunka interest soomaa interest aad jir ahsaan ma jirad qof ilaahay ka baqay mooye cabsidina waa yaraatay yaa wallahi gabdhaha sila ciisa xariir ay ku jiraan war gabadhu gurigeedu waa guriga waalidkeed intaanay guursanin adiga mas'uul ka ah waxa aad cunaysid iyo waxa aad cabaysid kula cabe intaanay guursan adiga laga rabo hooyo gabadha inaad tababartid gabadha inaad qalbigeeda diin gelisid gabadha guriga yeelan doonta way ka tagi doontaa inaad diyaarisid oo aad u diyaarisid gurigeeda labaad ayaa laga raba guriga labaad gabdhihi waa gafeen maanta ma haystaan guryahoodii horena ma joogan koowaad kii labaadna way gafeen dhaxday ku dayacan yihiin waa gabdhahan superpowerka iyadoo xijaaban mid host ka gelinaysa hoos kool iyo xashiish ku haysta shiishadaha meelaha ku dhuuqaaya kuwan ilmaha jiidaya garacyada ah weeyaan gurigoodii koowaadna way ka tageen gurigii labaadna ma aanay gaarin meel dhaxa iblis ku qaatay gabadha muslimada ah guriga muslimka ilaahay u sameeyay waa gurigeeda intaanay guursanin markay gaadho da'dii haduu u yimaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa raali laga yahay waalidkii iyo familygii oo dhan waa aabihii awowgii adeerkii walaalkii ilma adeeradii waa xigtadii oo dhan ayaa gabadha maadaama qof qiimi badan ay tahay wax rag u hantii wax ugu qiimi badan ay tahay gaashaan iyo cadaabku u tahay gabadhaas lama dayacaya xigtadii oo dhan oo ay reerkan todobada ah ugu horeeyso weliga ah ayaa gabadhii galbinaya yay u galbinayaan wiilkii akhlaaqdiisi iyo diintiisi raaliga laga ahaa ayaa loo galbinayaa gacanta la gelinayaa eeg aabihiiba gacanta gelinayaa wiilka cusub guriga cusub
aabaha waa inuu ka jeegareya halkaas uu gacan gelinaya marka waxa jooga gabadha ehelkeedii iyo wiilka ehelkiisii markaas aayad quraan la akhrinaya markaas la leeyahay war amaanadii 18 sano aan soo wadnay ee aan soo dhowrnay ee udgoon iyadoo karaameysan mu'azzaza musharrafa mukarrama managa gudoontay manooga gudoontay aayada ilaahay amaanada ma qaaday muxuu dhahayaa isna waan qaaday waan aqbalay wareejinta xil wareejinta ah ee waalidka uu wareejinayo gabadha waxaa ilaahay ku tilmaamay miithaaq ghaliidh ballan ii cahdi adag xiriir adag ayuu ku tilmaamay khalaas gurigeeda markay joogtay joogitaankeeda miitha qaliid ma ahayn laakiin hadda maxaa loo dhahayaa caashan waalidka xanuun buu gabadha ku wareejinayaa gabadhu waa qaali wuxuu ku wareejinayaa waalidku wuxuu wareejinayaan waa xuquuqdoodii xaqa labaad xaqa koowaad waa kan alle kan labaad waa bil waalidayn ixsaanan hooyadii iyo aabihii way wareejinayaan xaqoodii yay ku wareejinayaan ninka ayay ku wareejinayaan laga bilaabo maalinka xaq labaad ee gabadha waxaa la wareegaya ninka rasuulka dhahay sallallahu calayhi wasallam haddii insaan u sujuudi lahaa insaan kale gabadha u sujuudi lahayd ninkeeda laakiin waxaan ilaahay ahayn looma sujuudo hooyada raalli bay ku tahay in ay xilka wareejiso oo xaqa labaad ninka ay siiso gabdhuhu waxay ku leeyihiin yaa ninka ma seebuu u qaadan karaa xaqii hooyadii i dhashay yaa ninkan ma iska furi karaa hooyaday inaan soo booqdo ii diiday ma ninkan addoon u ahay aniga addoon uma ahid qofka addoon wuxuu u yahay ilaah laakiin waxaan kuu sheegayaa waad khaldan tahay adiga dooqaaga iyo ikhtiyaarkaagu halaabay waxaa la yidhi haddii uu idin yimaado nin diintiisa akhlaaqdiisa raalli aad ka tihiin maxaa kuu geeyey mid kale adiga maxaa kuu geeyey adiga dooro laguma dhihin hadduu idin yimaado war wuxuu u imanayo ma gabadhaa mise waa reerka reerku uu imanayaa ninkana waxaa la leeyahay fankixuuhunna biidni ahlihinna guursada gabadha ehelkeeda amaanada meesha ay taallay dadka gacanta ku haya ogolaanshahooda iyo raalli ahaanshahooda ku guursada ayaa la yidhi haddii aad adigii reerkii ka tagtay oo aad ka dhuumatay oo aad dhurwaa bannaanka jooga diin iyo akhlaaq aanan lahayn xoogaha xaaba adduunya aad ku raacday yaa wuu kaa goynayaa yes adaad doortay mana ku ogolaanayo xasan diin maba yaqaane laakiin markii waddada saxa ah gurigaagii lagaa guursado lagaa soo doonto oo uu ninkan iyadoo raalli laga yahay ehelkii oo dhan og yahay xil wareejinta sidaa sharciga hadday ku dhacdo waxaan ku hubaa ninkaas inaanu marnaba reerkaaga kaa goynaynin diinta ku wareejiso xilkii iyo xaqi waalidka isaga laakiin waxaan hubaa hooyada aad leedahay iyo aabaha uu iga goynayaa kama goynaaye bal diinta iyo akhlaaqdii waxay ka dhigtay hooyadii iyo aabihii su u goynayaa hooyadii hooyada waa hooyaday seen u goynayaa hooyaday walaalka waa walaalkay seen u goynayaa walaalkay aabaha waa aabahay seen u goynayaa aabahay ma caqliba ma goynayo war guursada nin akhlaaqi diin leh oo si wanaagsanna gurigiina ka ahalidan ka soo doonto oo waalidiinta hata weliyaano ha maamulaana guurkaaga kama weynid waalidka isagaa ku keenay gabar yahay ma goynayo waxa isku xirmaya waa laba reer weeyaan waxa isku xirmaya waa reerka gabadha iyo reerka wiilka wiilka wuxuu yeelanayaa aabbe iyo hooyo iyo walaalo gabadhu waxay yeelanaysaa aabbo hooyo iyo walaalo kale khayrkaagii iyo nicmadaadii ayaa nicmo kale iyo khayr kale lagugu daray soo moogi laakiin gabdhaha sidaa qiimiga u leh oo u qaalisan oo waddada qiimiga badana la yiri gurigoodii koowaad ha kaga wareegeen oo gurigoodii dhabta ahaa ha u wareegeen
إلى أي كجاريان قرية رنتا نولش لباد برزخا أو مركا يغو شنغو كدو دوبان سيقروح بدن قبضا قربها انت الله سارا لو جينا يا قرية ألا إلهي قعنتي لو جيلين يو وحضر كيسا قبضا إلهي جي عادة سريقيمي أويالي ما انت إن أي قاركوت والله قاركوت بل انت بدن أي ما انت كقيمي درين يهين يعني هذا إبارتها إبساش سوق تالا وكعل عليا وانو كعل علنا يا وإذن شيئي شلي بان الله شيئي ما انت والذين شيئي إنسان كوحو شيئي كما داله حاو عاي مركا ما انت أن وحكو شيئنا شيا دين كلا بريد دقاه وحكا قلنا يسادنا وإن ان كاقبنا أو أنتيو كوسو علنا وإن ان كدبجوغنا إله حتى أتانا اليقين قبل كقيم الدرن باجرة تسال أهان مركا لدونا يو إن يعني لغودر أو يعني صوغد مركا لغيرا هذا حاجات آديسا مركي بالعقبات قادن ملك الآدميس دي يعني دو قريقا دي باتكيسا يعني هذا نين كذي بدو تجيسا والدك يعني هذا والدك دلاد أتجيسا أو أتكرت سنيسا مركات أتكتدنا إسك السوق هذا نميسيت حد السوق هذا تد إسقون أوجين إسقون رالك أهين والدك يعني هذا دلالي يا وحوى يعني هذا حرام بكانو قن ساينة عنتيد شيء حرام هذا عنتيد نجر كه عذاب بلوجا جوينا يا مركم حد سمينيسا لعقبات قاضن وادل بس guriga yaanyada tagaysa waalidki yaanyada weydiinaysa oo aad leedahay yaanyada doonaya basal baan raba qajaar iyo waxaan raba baradho iyo cabir wuu ku cabiraya muxuu kugu ridaya wa inuu masideedu gacmaha uu kulee farqi horso maye wuxuu u soo xiraaya taajki ayuu u soo xiraaya darkii aroosku u soo xiraaya bacbu kaaga soo buuxinaya kadib baad adigana yaradkii gabaadki siinaysa ninki لا يعني هذا يرد بيرتا قباد بيرتا عيار معها يا ننك وقدي دي دي نلبو أقضي وسوقوي وصور راي صماح وقت يسوق دان تاسو نوليش يسكو عرانتا وحباد أقاي نيسا كدبو كصوصينا يا مركات سوقا دي تدمحيكو تهي حلال وطيب وعند للي هي عنا رسوشي هوره وحانو فرني طيبات كيني عنان إذن كان سيدو كالو حانو إذن فرني وحر رسوش الله فري عنا حلاش عنا حلال يكوتها وروا يانيو يانيو أيانا جدك اللي قدو نانين قرية ذا لآذا فانكيحوهن بإذن أهلهن يا وات صوتك تي وكالي قبر ديني قالي أحيد إعادة سر إلهي جيي أو قيمي أد أركيسان إذن سوشيغي إلهي أويالي حضر كيسا قاركوت حقا لغا دونتا فانكحوهن بإذن أهلهن قدال اسكامري هورت ما بيقا نبن انكم قبر دينا لما برينا لغوما سو تربيينين قبر دي حضر كيسا شارع عليك قرسنا يا يدو أور ليكو إيمان إساح أو قومنك كحق حقا دعد الرئيسان رفاتسان بوريسان مركز يقول هذا هاي الشيخ كينيا سؤال هاي شن سنة نويل وذا سعني شن سنة لح سنة نويل وذا سعني كو أور كان إساقا إسكاله هاي إميكو تليفون ذي نجح لي انتا سوعايا تليفون كيوتن انتو او انتا صدح سنة لابا سنة العقيمون صادرين بس كفوري كرا بحات فوري سارتو مركز ويديو يا كو قدري أهل كميو كادون تي أبيه أبيه أوه ولال إيو أذر إلما أذر ميا كبيحيي أنت مسؤول كا أهاي وبياب ما بتقان نبا ما يشيخ وحاي قدر الشيخ فلان با يقدر الشيخ علان شارع عن كجورسدي حرادة قحطية ليبيا عن كجورسدي وحن كجورسدي وددا تهريب إنه قمر أنا ودد السوداني بعدك هل كا أنا قصو تهريبنا أو ما حد ويش استدعى الشيخ إسلام كصومون عندهن قبضوا مصفر كرتوا محرم الآن ها ده محرم بانك ديجناي أو محرم أيان كديجناي وابا الشيخ خد قبضي محرم بانك ديجناي كل هذا والمحرم سيوقد ديجناي سا
ورسفر كاغا سفر حاران تهريب غريغو هويا دا اذن لغو غرسا مركات كسفرتيد او دروايا رغا اسير راعدين دمر با الله كدغي اسير راعدين نفسدا دا ادو دمر انتاد حركي الهي كغليي اي كفركي اي بودي غادكي الى لدي لغو يلي انتاد هبين مغديا كدخ بخداي سو ما اوغيد مركات كدخ بخديد قال دلدي اسلام كات كدخ بخداي سو ما اوغيد إلا كون يا 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 حلك ساري أبها يا ساري أوجا أدرك ولالك يا ساري أولي كأجدك إسلام كساري مركت كدومة الإسلام كي بتكدومة اسمه أوجد ملوين بدق شيء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم خلي بالكم سكيل عليها طيب ماشي بعد مركة كاسات الرواية سير راعي الرواية دي فرح بناية دل سفريسي سفر كحرام تا بعد الرواية الرواية ده كمدة حد حدنا سو دوي ستي أو أد أو غلطي إن أو كقنينه أو أو كعنه هذا سي جر كذا جر كذا حقة أد كجر ستي يدون الأجن والله وباطل باطل باطل عائشة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حرام ويا كان الزنا دوج جوكتا دت كان هذا لدح سعودي اختلاطك وحرام سفر كاجو حرام أورك الغوي علينا وجرع ويان وحرام وحكوا لي هاي ملها مركز هذا لذا مسكفر يكرا ما بلو قبي محافر سهرت حرام بتكون الجوكتينه لبع عنقي ودا سدح عنقي ودا وحكوا لي هذا حتى اللي يجحد التلفون كي أو ياكو قدري حوسى أدوجي سه شارع عنك جورسدي وركبله نيم حا شارعة وريان يدانا شارع على جق قاضنين يان يدانا بردها شارع على جق قاضن بس إيش يقجر كان شارع على جه هلينة يا ومشي والد كذي بعد ضدوا أنا تاي جورجيدية قف كان قال جا إنسان كإلهي كرامي واي عادن جورجيد وقدونا نينين دمير كاج سوكوسي يجبر يا هاي إن هاد شارع إسكب حسي يا سكو قلادي إن هاد إسدي بتد أذجا ilaahay ka baq boqolala baad aragteen bal kumanaan baad aragteen markay wadada ka leexdeen in ay shalaynayaan ala calayaan asxaabtiinu dhanba ala calays waa huwa hadda dhowr iyo toban labaatan taqriiban idin kamid ah idinka inaad garanaysaan ama idinkii maad wada garanaysaan gabdh sida maanta ah shalayna sharaf lahayd laakiin markii wadada ay ka leexatay oo ay nafsadeedii tawalisay oo ay dhurwaaga u dhiibatay maantan aan waxba ka haynin ورى مثال لقى مقيم هو لقى دون تذكر نيسان عدد ماله وين لوجو عبر قادن لا يا هاي مرك إنسان كوا حصوم مرة مو منك لو قد لو مر لقى ما خنينه مو منك هو فطن عاقل حاكم سكيل عليها قبلتين فانكحوهن بإذن أهلهن ورعد أنا والدين تينا أهين والد خاصة أباه أوجه أذرك ولالك المادر رضا يعني إذن ديبن جور كين يجا مسؤول كأه إلهي بان يالي وأنا خاصة بواي بريا معه كبرد اسم بحين كرت ولا علم ذو حير هذا كبرد جراب كالف صد هذا اسم بحين كرين وأن جور كذا مسؤول كأهين you know why لو قد يعيو ما ها جابوا ده مركي جرب نقطة الله صافرة إن أي سن أباهنن جباد معها ينو واحد الله لا يهاي وروحه دوت جيس دوانين هذا أقونين وحول الباد كلو كل مكرتا واحد الله دي ذي وإن أديو قالي أهمل عدلات كل عدي إن لقو حماية سن عدا هذا الحماية جرك أجل الحماية بريد دبض الله جالس الله هذا تسأل دي ذا يا وكل لا يهاي وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ورهديات كبغضان ما هادي أدع خلاف والدي دي دين تين وادي دهرك إنه خلاف كدعه إن لسوق إلى خلاف ودحي ما دو لس رجحي يو بكيريا لجبيو لسقراعه ليك إلى سكينه وهدات كبغضان أدركتان قبدي يويل كيو كلاماغن oo xogaha aanan is salaameynin xogo isu caraysan war hadaad ka cabsataan xogaha reerka inay wax jiraan markiiba halaga gaaro intaanu iblis si fitnaynin aanu si halaynin markiiba waa in reerkii markii hore dadkii isku dareen labadii ehel waa inay yimaadaan oo ay xaliyaan hadana adiga laga raba soo gabadha garoobka waa u baahan tahay bal iyada uga sii daran oo ay u baahan tahay aramish inda gaar ah lagu eego
قبلها جروب كان عند جارو إسلام ككو أجي يجي إيه قبلها دتك أقوامه إسكوميل ديجي أن حريص تليري ما هنا يرجع صهر دي كرتو عدي دون تجورسن كرتو مايا قبل دو حي الشرف كل هذا يكون حو جنت هاي قبل إيه جروبا وكفر كا إسلام كا ودبول كا غير كا أبها يأوجا أدير كوالال كيل ما ذي رضي هكبحنا هكبحنا قبل دو واحد الله قبل قيا جروب كان والله قبل قايا الله قبل قايا لكن وحاهم كلا أذك قبل دم والله خص بكراه تن لكن وحواي ملقو خص بكرايو قبل دو جروب كا لكن حماية دو أبا هنتا لو ضد بو أبا هين مرك جور كينا إلهي هاي ذن دورة جور كينا إلى ليها قبل يه جور كينا والدين توا إن توليان هوي يا بورير كوا إن أجدان سبب تو أخرير ك دعاء لو كبايا دعاء ذن والله والله بان كل أرتي دعاء ووحل كل يبانايو كو تنكلا يا رب إن يا رب رارجيو وحواي قبلهنا إن بدن إن بدن إن بدن إن بدن أبورك إلهي بيبدل أنت نقص وقت ما يدو إلهي على طوّنك دقيقة إلى من أبورك إلهي أبورك إله أبورك إلهي وح بدلها أنا وإبليس قرب إبليس كسد أكو عبدايا إبليس كودارنا يا وحليه وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إلهي بودارنا يا إبليس اللعين والله إن كان جنة درتي أد إيجا صارتي أوبت كيسة والله قيب لحد لأيام كوي لنا يا الدومان كدي جنا يا أديك كليك عبد ميانة أن قيب كوي لنا يا إعبده مرن أوليه هي ولا آمر نهم فلا يغيرن خلق الله كوا أنيق أن جوستو يعبدية الدوم هذا إيه كوا أن هرتي إيه هرن والله وان أمر يا كدبنا هذا الكيجة قادنا يعني أمر كيجة جرك بدلا عن رحية وبدلا يعني أديك عبدي ميان عبد الله بن مسعود حديث اسمه بخاري أيه وحرحية رضوان الله عليه رضي الله عنه وأرضاه حبيبك وحجر صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله إلهي وحول لعن ذي وأدش لعنت كساري أو نحريستي سكفقي نور قبضات بل إن قبله إنه كمديهين مدول بميزان كيس سارت قبل هواشيمات كأه إيه تاتو ذي إسكوسا ميسا ما أه علان كلا مرصد ما أه وجرك هو الطرق ذي الدليل سد عند كل إداو مدو بلاي أدقل سد وجرك سد أو نقطة بركة مدى جرك هذا أي نقطة أنا كجوئين هل كاسا ميسو سدي هنديو كلا هل كا قبل هو مركي قصلي يعني قد كأه كوسا ميسو هل كا سان كدين عيسى كوسا ميسو لوضع كوس كوسن كوسا ميسو هل كا قرط عار عار كوسا ويرو تاتو دي عادي قاعد قبل ده سميسا قبل ده لوس سميا وملعونة وملعونة دويا وفليف بل تن لوس سميا قروح يبكر رادني مدة سميسا أنا كشلمات كاسير إيك وبهاش شاير عاد إسحانون جسة أو نبكو وفلان إني حتى ماشي قار بلن بعمله انتي بررين جو أي جركي سرطان الكانسر بلاي أي كل عادي أي حدي هذانا ملعون نما أيكو درست إبليس كفيري ورشقد إبليس كوادب والله وادب بلاي أردن وكجيدة وكجيدة وكرفينا ضوبي قشين قرن أسوق والله إن هذا العذاب كجلين إلا هرت نب أتكسر داشد معهني شقد إبليس كوادب جرك هذا سيدا وكدابا لقولي هاي جرك يبديده كبرنا وحص ميسا واش مدة تاتو إتن لوس ميا وملعونة تكلوا نامي صدق وحواء مد سنيا حين لا إبليس كيف أمر هاي أروس بد هذه سور دفتان إيش كور كذا وروحان إسكحير بكله وهالنت سو ما أركتت مسلسلات كان فرح بدني أداوتي ورجورنا لذا وروحان قبلها درس كاجا دوت كان هريرة هاجا ورجيزه قبلها قدام فيري بكله وهو ذحيرين كدي بيسا ميستين إبليس بأسمي متكلم أما وير يريين ومجريه بي كل حيين وملك لي أولي حيين قبله إني وحيوكين فراعين إي جبان إي تشاينيس إيو أي أكل إيجين إيو قد نبوه كلا نوع نوع كلا وحيبو وجيك كاقة سمينا وحالا ميدا وحوال بو وجيك دوشي سوات كو سميسي تالله سمينا يأي مدى سمينا يسي انتوا بل وحيب دلينو كلا حتى حربيه إلهي بيرالي كنو قلنا أيهين أنوالي يا بنا حيب
بحال حربة أه وأنت لا لجين أيها بيسو ساوك الجيدة أيها إن ديه لغو حرنا يا والحربة وحلق السمية مية تقانا ذو وحصمين يا ويهود وعدو إلهي والأوجي وحكم وحا ألفي maxay ka sameeyeen ma dhogor eeybay ka sameeyeen mise dhogor doofaar garan meesid ma xalaal ba mise waa xaaraan waa lagu soo qurxiyay waa xaal ugu leeyahay waa laash ma lahay kaasa ishi aku xireysa ay laash kaasa ishi gishanaysa xaaraan baad ku wadataa dhiga indhaha marka ama ishi buudeedii madoobeed baad bedelaysa oo cagaar buluu ayaad ka dhigaysa yaa oo hadba dharka aad qabtid baad ishaadin ay oogtahay isha korkeedii kirinji kala marsa xiribihii waad badash sunniyihii waad badash balbishimihii baad badash sankii dhagihii balaayaad u durtood ka buuxisay kadibna cidiyihii xataa waa kaasa oo balaay kale kuugu jirta adoo dhan feega tahay war ibliis wax ma abuuran karo laakiin muxuu dhaar ku maray wuxuu dhaar ku maray abuurka saxda ah ee ilaahay ee qurxoon in uu bedelo oo abuur khaas ah isaga uu leeyahay in uu sameysto war miyaanu sameysanin gabadhii bal u fiirsada maalinka la aroosayo ma aha gabadhii gabdho badan oo inaan garanaynin baa jirto gabdhaheenina ah anaga gabar intaan ku aragnay cad oo jirkeedu cad yahay oo indhihi bedebulu uu yahay yaa intaan ku aragnay ma naqaana soomaali maa kuwa laakiin gabadhii sidaa ahayd dad baa intuu shaariica ka soo guursado mar alaaliyo marka guriga la tago oo ay sariirtii seexato wixii oo dhan sariirtii ku haraayaan ama hadday tagto ay damcado inay qabaysato wixii oo dhan waxa waay muluqa musuqshi raacayaan waa gabadhii inay soo baxayso Soomaaliyeed furin baa marka imanaya kulligood waa la wada furaa gabdhaha noocaas ah mid baa ii sheegay oo uu leeyahay gabadhii dharkii intay isaga dhigtay uu leeyahay naa garanka iska bixi war garan ma qabi naa garankaad xiran tahay indhaha haytirine indha garanka iska bix garag ileen intii unbay iscadaysay garbihii wixii iyo lugii hoose waaba intii mala arkaayo may lahayd ma aqaani intan waa jirka ilaahay u dhaliyay intaana waa intii ibliiska u samaystay yaa ilaahay baan ku dhaariyo waxa soo kale iska ilaaliya tan loo sameeyo sunniyaha iyo waxa la midka iyo midda samaysa waa malcuunad midda ilkaha feerfeertaa ee ilkaha soo faysay fanaxdii soo yeeshay ilkaha yaryaraysa taa iyo ta loo sameynayo labaduba waa malcuunad raadinaya quruxda ee bedelaya abuurka ilaahay waxaa la socota lafdi kale timaha gabdhaha timaha buruukada saarta ama timaha ku dar yaa iyagana waa la mid ruku amraya wala amurannahum wallahi wan amraya buleeyah ya wa amraya aroos baad aadaysaa markaas uu ku leeyahay gabadhii soomaalidu inta badan timahoodu waa iska xoogaha qaar baa timahoodu adag yihiin arooskana timaha la dhiganaya oo galbaasha la tuuraya oo dhaanta la ciyaaraya dheeshan cusub ee cirka ka soo dhacday hadda markaasaa timihii balash baa la rabaa maxaa la sameynaya gabadhii way timaha kadib uu leeyahay ama bahasha xiro ama kuwo kale ku tax si hadhow aad u ruxdid bahasha xataa waxaa laga yaabaa haddii diin leedahay wuxuu kaa dhaadhicinayaa waa saacade hadhowaad ilaahay baa haddana weydiisanaysaa toobade war maxaad ogtahay maxaa ka ogtahay ma garantii baad u haysataa saacadda inaad soo laabanaysid marka aad madaxa saartid haddee nafta kaa dhacda ka waran ilaahay baad ku dhaariye waa bilaash war iska ilaaliya kuwa gabar baa maqashay marka tan aan ku khatimay gabadha markay maqashay reer bani asad umu yaquub ayaa intay xanaaqday cabdullaahi bay u timid oo waa maxay warkii ii kaa soo gaaray hee waa maxay gabdhaha aad ku lacanaday yaa oo aad tiri waa malcuuniin haddana aad leedahay kitaabkay ku yaalaan waa maxay wuxuu yidhi seenan u lacnadeynin gabar ilaahay iyo rasuulkii islaamkii lagu lacnaday oo ay lacnadeen seenan u lacnadeyn oo ay kitaabka weliba ku taalo waxay tiri war kitaabkan aanaa galkan ilaahay galkan akhriyey kumana aanan arag waa gabdho la lacnadaye waa maxay wuxuu yidhi maadan akhrinin haddaad akhrin lahayd waad ka heli lahayd miyaad ku aragtay wamaa aataakum arrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu ma ku aragtay markaasuu waxay tiri haa tee rasuulkaa noola yimid wuxuu idin la yimaada rasuulka qaata wuxuu idin ka reebanaa ka hara tan rasuulkaa naga reebay isagaa noola yimid way garatay marka ka warnay tiri laakiin reerkaaga hadday sidaa yihiin soo fiiri buu yidhi way u tagtay islaanti timaha ilkaha jirka wuxuu dhan fiiri waa ceebka saliim way u timid wallaahi xaaskaaga waa nabad waa bad bay qabtaa way bad qabtaa waa ceebka saliim
والله وحجري حدي أهان له تكون لولا عن ذي كتابك ملعوناتك والله سقف نموذا ديقين سقف هوستي نموذا قالين سرينك موذا سيحان لهين سي قبر ملعوناتها يا أو إبليس عابديس أو إبليس أمرك إتلادا كقادتا سين قريقا يقوها يسنا يا وريلالية قبليهين إلالية إلالية قبليهين إلالية أو جركو ذا إلالية أو أخلاق ذو ذا إلالية إلهي أين أغبغنو قبلهن قبلها يرير إلهي أين أغبغنو ويليشان والاميت لكن قبلها كعب بذن قبلها أين أسطرنو قبدا ومدرسة ويان أمه ويان قبدا وجيل نغواي قبدا قبلها دي الله جيو والله جيلو نبه هكاك سماي خرق حتى وي هكاك سماي وحان شارع وريقايا قبلها ميلاح وجر اللغلوغ يدا وروحانو دان حدي قبلها إنو أحال لها قبل التوسن ويليشان وحبك مين قادين خاصة بحكونا قون لها تقرغو ذا إي أمانة ماش أي تالة هل كقبضه كأسطوران تهي كسور رات سن لها ينسو ما مركا كل فتنة عند قيل أليري يا حواي وحيم بحوالي قبضها هل إلاليو قبضها هايس إلاليان إيغانا هايس إلاليان لم إلالين كر قبضه وإن إيس إلاليسا محا إلالنا يقبضه سيسكو إلالين أور كذو إن أخلاق لقبوحي وأون إنتا أور كذو إيمان إن لقبوحيو إيمان إن لقبوحيو والله ليالو حنكو صو ختما يا وحجرة قبل معلمين وقرآن كرنتي متقنين وآدي آد قرآن كأبرتين بل قابك تدريس كهدنا برتين وإلا يدور سنة رنتي قار أهان هرت حفصة دسي قروح بدن إجازوين بدن هايستا حتى ميال بدن معلمين كالهداية هل كان درسنا أكتين بأنصار السنة رنتي هو يوين با جهدك بحيي إنه سو ساران قبضو أو جهد كبحيي دادال كبحيي أو وقت قودي قليي حول حوقي وقت بالي قلي قبضها هو يوين كوحي آد إياد وغفكرين وحكا لما هيم إن قبضهن يرير أي هورفريستان أو أي هلان قبض أي وحباري كرايا أو أي انكحشونين سو ما قرن مركا هويين كان وحيديدن او اي معناها اني قبلهن هور فريستان رجني هور فريستان حديب اللي هلي كراي قبل معلمين قبل قران كحفظيسن قبل حل قاداي او مسؤولين الى لنا يا امانه قورتودا سارن حدي قبلهن هلي كرايان هويين كان سارنت جهد كبخيي طبعا علمدينا قرب كسيين علمدينا هواوين الهي حفظيه امام يدا حاوي قربي كسيين هويوين كجهد دارادي كبحيين وحقا ذي رنتي غير هوي نمو غير هوي نمو غير والد نمو اي اسميين قبلها وينو كقوليستين رنتي قبل بضن باجر معلمين قبلها وان اي والدين تا لحريران قرآن كهديات قبله برنا يانا رنتي إني نن هورفريستو خاصة دويل أن تبا برنن إني هورفريستو إيه قبضة إني هورفريستو حواي دوي كلا فضي بدن تاعي بل وي كلا حتى ولو كلا وكلا كلسوني بدن تاعي حتى وي كلا كلسوني بدن قبضة وحول با وأشياء كرتا قبضة كله هو يوين كنا طبعا نيش كم مرنوا كربي كإلى لنا يانا ومراقبة كهيان قبلها لفسد هذا كور لجسيا استا والدين تي أساسا هايستا marka waa meel runtii aad iyo aad loogu kalsoon yahay waana meel aan idan leeyahay runtii aan idin ku dhiirigelinayo in aad la socotaan oo aad wax ka barataan ya kulli markii aan baxana qaar ka mid ah waalidintaasna waa laga yaabaa inaad saaragtaan ama kelmadba ay idin ku yeeshaan waa dhici kareysa marka ilaahay ha idin dhowre gabdhuhu waa inay raali ku noqdaan gabar kale inay wax barto ya قبلها ما أدري واحد أركيسا مرك أيرب تأروس إني أدو واحد أركيسا وحكولة ذا كوافيرك وحن هذا يا كوافيرك تن قبلنا إيه هيسا يعني سألونك تن قبلنا مرتين تنينك وهايرب تا يا نينك هكذا عن معاني لهذا هيس
ninka ka farsamay yaqaanay leedahay war diinta taa waa ka duwan tahay diinta taa waa ka duwan tahay hadii la heli karaayo hadii la heli karaayo waana la helay alxamdulillah ilaahay habadiye gabdho macallimiin oo mutqiniin oo yaqaana tajwiidki aadaabti yaqaana oo dadku wax lagu baray oo walaalaheena waalidinteena waxa laga akhristo waxa laga akhristo taasana fadhi badan gabdhahan ha ku kalsoonaadaan ilaahay haydan dhowreeydeelkin ilaahay haydan dhowro gabdheena ilaahay waxaan ka bariyay in badan baa fahamku ka xirin yahay fahamka allah u furo cilmi naafic ilaahay haasiyo waraadkiina khaaska allah idin saalo inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo inta xanuunsan allah ha caafiyo inta laga xanuunsan ilaahay ha u caafiyo inta laga maqan yahay ilaahay ha u soo ururiyo inta culayska saaran culayska allah ka qaado ilaahay waxaan ka bariyay inta aanan guursan guur xalaal ah allah u sahlo guur wiil akhlaaqi diin la ilaahay ha u sahlo mid dhaa hortood u jooga allah u sahlo mid madaxa u saaran allah u sahlo mid faraanta u noqdo allah u sahlo mid ay ku anfacay ku intifaacdo adduunyada akhira allah u sahlo ilaahay waxaan ka bariyay inta guursateen ubad dhalina ubad saalixina inuu ilaahay siiyo ubad saalixina inuu ilaahay siiyo ubad ahlu diin أهل الله يا إنه إلهي سيو أنت أبد لغا قاتي هو يوينك إن بدن با ماليه لغا حي أبد لغا قاتي إلهي أسوع ليو أبدك الله أسوع ليو يو مشرفين مكرمين إلهي أسوع ليو إلهي أسوع ليو أنت عاسق لغيها إلهي بارها وغيالو أنت لغي حرينها إلهي أسوع دايو أنت أبد كلمقا ولال كلمقا والد كلمقا إلهي هيسوكيانو مراتكين إلهي سهلو انتينا مش جوكت انت دغي سنيسا مرادكينا خاصك الهي ايدين سهلو قلبك واحد كو هيسان الله ايدين سهلو واحد جعشينا الله ايدين سهلو ادون كان ولا بعشو ولا بعشو ولا تغياي الهي نغا مسار الا اسغو رالين نغا احماهنه حدينو كتغنو رسول كم عيسى جنة الفردوس الله يسوي كايجيو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.